السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. جبناكم هنا واحد المكان زين غادي نكتشفوه في بورنم، منطقة زوينة هنايا. بقاو معنا في آخر الفيديو. قطعوا الطريق باش نمشيو للمكان اللي غادي نديكم فيه نكتشفوه اليوم. بار الهوف، هذا هو المكان اللي نكتشفوه اليوم. فيه الحيوانات الأليفة، فيه المقاهي، بالنسبة للأطفال. هذا هو المدخل هنايا، المدخل الرئيسي ديالو هنايا، نكتشفوه معكم. هنا الدخول، وهذا اللي وريتكم هنا اليمين، هذه واحد المحل لبيع المثلجات لكنها طبيعية، يعني محلية الصنع. الدخول كيكون من هنا، هذا الحمار. هذا الحمار هنايا، القلعة. ناخذ واحد الصورة. السر حمار قدمونا يا السر حمار، هو يتطلع إلى مستقبل. نواصلوا السير، نشوفوا هذيك الجهه اللي من واش فيها عاوتاني، بل فيها الناس بزاف تما، ان شاء الله الاسطبل ديال البقر صغير. نواصلوا المسير ديالنا، شوفوا الجهة الأخرى تاني. شوفوا هنا واحد الديك داخل اسطبل البقر، ها هو خرج للتجول يعني بكل أريحية. كوك كوك كوك. هادو هنا اللي بغى يلتقط شي صورة، دخل الراس ديالو من هنايا يتصور. هاد المنطقة هنا على ما أظن خاصة هاي الطيور، دخلوا بها من هنايا. هذا خاصة الأرانب، ندخلو نشوفو هنا على الأرانب. Yeah.
طيب جميل. زين هذا المنظر قراب لك هنا. شوفوا كي يعمل قربت لها تماما بيناتنا غير واحد متر. ناصي على البياض سبحان الخالق وما يخافش. انا قربنا عنده هنا بيناتنا غير نص متر تقريبا. استانس بالانسان ان شاء الله. المنزل الصغير ديالهم الدجاجة والكتاكيت ديالها تابعينها. قرب عندها هنا وحدة ناصعة البياض جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. قرب عندها شوية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا باش
نمشي واحد نواصلوا المسار ديالنا بهذا الشيء شي طبيعة. نمشيو من هنايا منظر جميل شوف ان شاء الله. الجهة مخصصة للغزال. واصلوا دابا المسار ديالنا مازال من اكتشاف ديال هاد المنطقة جميلة جدا. شوفوا هنا شوف الطبيعة كي دايرة، ما أروع هذا الجمال. نواصلوا من هنا واصلوا كبيرة هاد الحديقة. أنا راه صعب لي غير صغيرة تما المدخل، ولكن راه كبيرة تبان لي هنا شحال تمشينا تبارك الله ومازال باقي الخير. هذا قنطرة صغيرة واصلوا نسيت نبارك لكم رمضان. رمضان مبارك وكل عام انتم بخير ان شاء الله. مازال من الصحة والعافية ومغفرة الذنوب. اللهم اعنا على صيامه وقيامه. يا الله نواصلوا. نواصلوا من هنا المشي
شنو راه ماشي ندمع مع ودنا الشجرة هنا. هذا البيت صغير مخصص هنا اللي بغى يجي يشوف الداخل وكتشوف الطيور عن قرب. باش خليو مع المساحه صغيره باش تقدر تشوف بها من خلال ديك بحال واحد النافذه صغيره. هذا يمكن الطيور كاملين اللي هنايا. هاد الطيور يمكن هما اللي غادي تشوفهم من خلال النافذه. كنجيو هنايا كنشوف من خلال واحد النافذه صغيره. هنايا كتشوف ها هما هنايا قربوا شويه. هذه على حسب الأطفال الصغار من يشوفوا كيف يركبوا معها النافذة. شفت قربان هاد البطاطا ضمن عندها البيض راك تحتضن البيض ديالها. سبحان الله الله يعزك. تحتضن بيضها.
البط يجيد السباحة. استعارة للسباحة. شو جرى هذي؟ واعر من هذا المنظر. نواصلوا السير لنكتشفوا هذه المنطقة. بيت النحل. هاو بيوت النحل كما نقولوا في الحياة غراسم ديال النحل. هاو خلايا النحل. نواصلوا السير من هنا. شو المنظر كي داير؟ الأشجار هنا نواصلوا المسير ديالنا. جمال الطبيعة. تمام عندك تمشى وتكتشف الله. هذا الهدوء. انت ما يلحس ديال الزوج. باقي من المسافه طويله اللي بغيت نمشي اللي فين نمشي. راه ما يتمشى من هنا. راه شفت فين فين ما متمشى خويا. انا غادي نولي من هنايا نضرب الدوره ونولي من هنا نضرب الدوميتر ونولي البلاصه اللي كنا فيها. ليه شفت فين كنا؟ انا رجعنا كاع المسافه هنايا. جينا دايرين من هنا وجينا من هنايا غادي نوليو من هنا. هذا الباركين ديال السيارات هنايا. شفت كيجيونا العائلات يفوتوا النهار ديال مع الاطفال ديالهم. كاين الاطفال يحبون الحيوانات كيجيبونا هنا الاطفال كيشوفوا الحيوانات كيفوتوا النهار هنايا ولا نص نهار كيمشيو. دخول مجاني باطل كتخلص. مساحه كبيره.
الفرس. من هنا يكون الخروج قرب الخروج. من هنايا نكون كملنا هذه الجولة ديالنا اليوم الخروج من هنا. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما جديد مع قناة قاور تشانل. استودعكم الله وصحة فطوركم، وصلكم هذا الفيديو في رمضان، صحة وصوم وصحة ولينا ان شاء الله. قطعوا الطريق دابا بشي اخرى باش نمشيو نشوفو شي مكان اخر نستكشفو ان شاء الله، نواصلو هنايا المسير. هذا منظر المنظر عام يعني دخوله. يلا السلام عليكم في المرة المقبلة إن شاء الله بحول الله.